أنه تم التوجه حسب هذا المشروع نحو نظام برلماني معدل. هو برلماني لماذا؟ لأنه فيه الحكومة قائمة على الأغلبية البرلمانية، وأن الحكومة حسب فصول هذا المشروع هي التي تتولى وضع وتنفيذ السياسة العامة بالدولة، يعني مش رئيس الجمهورية. ولكنه معدل لماذا؟ لأنكم يعني تعرفوا أنه في الأنظمة البرلمانية رئيس الجمهورية ما يكونش من المنتخب، ولكن في هذا النظام سيكون رئيس الجمهورية منتخبا بالانتخاب العام والمباشر من مواطنين من الشعب التونسي، ولكن بصلاحيات أساسها صلاحيات اعتراضية، صلاحيات سلبية. بمعنى أن الأساس أهم صلاحية يتمتع بها رئيس الجمهورية في هذا المشروع هي ما يسمى بحق الرد، لو دووا دو فيتو، أنه يتمتع بحق الاعتراض. شو معناها؟ معناها يستطيع قبل أن يختم مشاريع القوانين، تعرفوا عملية الختم يقوم بها رئيس الجمهورية، كوميونيكاسيون دي لوا، قبل أن يختم رئيس الجمهورية أي قانون سواء كان عادي أو أساسي، فإنه يستطيع رفض الختم وإعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه من جديد. هذا شنو يعطي لرئيس الجمهورية؟ يعطيه إمكانية مراقبة والحد من هيمنة الحكومة ومن هيمنة رئيس الحكومة، بمعنى أنه إعلان دروا دو غوغارد على كل السياسة العامة للدولة، بمعنى أن الحكومة تتولى وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة ورئيس الجمهورية يتولى مراقبتها في ذلك. وكل مرة الحكومة تقترح مشروع قانون حتى وإن كانت عدى في البرلمان أغلبية، لأن الحكومة عندها الأغلبية بطبيعة المشروع مش يتعدى، لما يوصل قدام رئيس الجمهورية فإنه رئيس الجمهورية لازم يقول لا هذا القانون ما يتعداش، أنا نرشحه للمجلس. ولكن شوف كل مرة يعني نوصلوا للعين وما نشربوش. لما يرجع المشروع للمجلس شو معناه؟ يلزم المجلس يصادق عليه مرة ثانية، ولكن ما يصدقش عليه بنفس الأغلبية اللي صدق عليه المرة الأولى، ما كانش معنا شيء، يعني ماشي جاي القانون، نضيعوا في الوقت وبرا. إذا كانوا نقولوا صادق عليه 50% زائد واحد كما صادق عليه المرة الأولى، فما شنو هي الحاجة أنه رئيس الجمهورية يعترض عليه ويرجع وماشي أو جاي؟ جاءوا قالوا أنه بالنسبة للقوانين العادية لما يعترض عليها رئيس الجمهورية فإنها تعود لتتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة، يعني 50% زائد واحد، ولكن للأغلبية المطلقة للأعضاء، لأعضاء المجلس. وقلنا بكري بالنسبة للقوانين العادية تتم المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين، توا يعترض رئيس الجمهورية القوانين العادية في القراءة الثانية يتم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحاضرين، لكن هذا مازال ماهوش كافي. بالنسبة للقوانين الأساسية لما يعترض عليها رئيس الجمهورية فإنه تتم المصادقة عليها في القراءة الثانية بأغلبية ثلاث أخماس، هذا ممتاز. ولكن علاش القوانين العادية ترجع للمصادقة بأغلبية مطلقة؟ لأنه هذا هو لسانس تاع حق الفيتو. علاش يتمتع رئيس الجمهورية بالحق هذا؟ باش ينجم يلعب دور السلطة المضادة، دور السلطة المراقبة، دور السلطة اللي تحد من هيمنة الحكومة. يعني يفرض على الحكومة لما تكون الأغلبية ثلاثة أخماس وإلا لتوتيا، شنو يفرض هذا على الحكومة؟ يفرض على الحكومة حلين لا ثالث لهما. لما يرفض رئيس الجمهورية، أما أن الحكومة تقول بقرارة نفسها ما عنديش الأغلبية بتاع ثلثين ولا بتاع ثلاثة أخماس، دوك نسحب المشروع. أو تمشي للبحث عن توافقات مع المعارضة وتقدم التنازلات، تقدم هاي بدل الفصل هذا ناخذ لكم بخاطركم في المسألة هذه، أن يعني تشرك المعارضة في عملية تصور القانون. يعني رئيس الجمهورية مش يولي يلعب دور الحكم في اللعبة السياسية زي إلى آخره. هذه احنا بالنسبة لنا الخيار هذا أو التوجه الأساسي لهذا الخيار لابد أن نكون يعني متناغمين مع أنفسنا. نحن نعتبر أن هذا الخيار إيجابي وجيد، لأنه بكل بساطة هو 100%
ما اقترحناه في مشروع دستوري.